صرنا بالحلقة اللي قبلها أكلت شاورما كانت أطيب 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 شاورما، فقررت أرجع عزيت محلي. شو اسمه؟ اسمه شاورما لحمة الصبح. هالقد لي هالقد عم بلمع من وين مكان، عم بنقط من وين مكان، شطت رأيتي و... ناور توكي هالمرة صندوق الشاورما أكيد مثل المرة الماضية، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، يعني واحدة بغدادية عراقية وواحدة فرنسوية. مش بس هيك، في معها صحن حمص، وإذا بحبوكن وإذا بدهم يغنجوكن وإذا بدهم يعملوا من قيمتكن بيعطوكن صحن ليه. طيب ما فيه شيء الا لحمه، بتكون اللحمه طريه خفيفه، شويه بندوره بس الزينه، عكس اللي نحن بناكلها ببلادنا فيها عجقه كتير كتير. اللحمه هي الاساس ونرجع مندوب. رائع. اللحمه رائعة، الخبزة طرية بندورية مثل ما لازم، بتزيد لها الحلاوة، حمص بيرجع بيربح.